مساء الخير عليكم مشاهدينا، واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من تعمير. الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان اعلن من ايام المشروعات اللي عملتها الوزاره من 2014 لحد النهارده، والحقيقه الارقام اللي اتعملت يعني في الكام سنه دول ما وصلناش ليها قبل كده. ولما جمعنا انا وزمايلي النهارده في البرنامج طلع الرقم اكتر من 1500 مليار جنيه، يعني تريليون ونص. تريليون ونص ما بين مشروعات اتنفذت ومشروعات لسه تحت التنفيذ. من الحاجات اللي شفناها الفترة اللي فاتت مشروعات كتيرة بتتعمل في مدن الصعيد، هنعرف اكتر عنها دلوقتي. معانا على التليفون المهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. ايه اخر تطورات يا فندم في المدينة دلوقتي؟ مدن الصعيد يا فندم من 2014 حصل فيها طفرة غير طبيعية واهتمام غير طبيعي، ويمكن لغة الأرقام هي اللي بتتحدث عن نفسها وتقول فعلا احنا المدن دي شهدت طفرة او لا. فحضرتك على سبيل المثال الاستثمار، حجم الاستثمارات اللي ضختها الدولة ممثلة في هيئة المكافأة الوطنية الجديدة حتى تاريخه 7 مليار جنيه. لو قلنا حتى من نشأة المدينة حتى سنة 2014 ما تم ضخ من الدولة 2 مليار و200 مليون جنيه. شوف حياتك فرق من 2 مليار و200 لحتى تاريخه 7 مليار. فحوالي 4 مليار و600 مليون جنيه تم فعلا ضخهم الدولة وباستثمارات من 2014 حتى تاريخه. ويمكن حتى المشاريع الاسكان ضعفت، كنا محققين او عاملين 12000 وحده حتى 2014، ما تم انجازه من قبل الدوله ممثله في هيئه المجتمعات حتى تاريخه 25000 وحده و500. 25000 وحده سكنيه في المنيا الجديده. في المنيا الجديده انا بكلم سيادتك على اللي بتنفذه الدوله بخلاف القطاع الخاص. ده اللي هي عملته ممثله في هيئه المجتمعات حتى تاريخه. حضرتك شايفه الارقام شكلها ازاي؟ ارقام متضاعفه ازاي؟ ده بيعبر فعلا عن حجم ما توليه الدوله من اهتمام بمدن الصعيد. طب ايه المشروعات الثانيه غير الاسكان يا فندم؟ هقول لحضرتك يمكن فخامه الرئيس في زياره المنيا الجديده تم افتتاح محطه المعالجه. دي محطه المعالجه الميه. محطه ميه معالجه. محطة مياه معالجة اللي هي بتعالج الصرف الصحي. دي فعلا بدأنا وتم افتتاحها، ودي يمكن دي حاجة غير مسبوقة في مدن الصعيد ان احنا عالجنا مياه ثلاثي ونفذنا شبكة الري، وبدأنا فعلا بنضخ ونروي المسطحات الخضراء على مستوى المدينة. بدأنا حاليا بثلاث بتخدم على المدينة بالكامل. بالكامل يا فندم. ده طبعا بيدينا حته ان احنا بنوفر الميه الحلوه. طبعا احنا عارفين مدى احتياجنا للمياه دلوقتي، وبنستعوضها بالمياه النقيه بالمياه المعالجه اللي بنضخها في الشوارع وبنروي بها المسطحات الخضراء على مستوى المدينه بالكامل. فده مشروع طبعا غير مسبوق. صحيح. لمدن الصعيد يعني دي من ضمن الطفرات الموجوده على مستوى المرافق. شغالين في الطرق برضه كمحور تاني، بنرفع كفاءه الطرق، الطرق اللي محتاجه توسعه، الطرق اللي محتاجه تجميل دي نقوم بيها وشغالين فيها بشكل كويس جدا. واي تمويل اي احتياجات بنحتاجها مفيش اي تاخير فيها على طول، وده يبين ان مدن الصعيد لا تقل الاهتمام عن المدن القاهرية تماما. المهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.